خلص ايدي شوي شبك. مو معقول حاسة حالي رح جن. عذراء، برأيي ننشر اللي صار اليوم. وين بدك تنشريها؟ معقولة انتي داريا؟ نشرتي بما فيه الكفاية، وين لسه بدك تنشري؟ لا مو هيك، انا بقصد بالاعلام. عم قلك لا تساوي شي، خلصنا مشان الله، ما في داعي احكي لكم كل شي بعرفه. طيب عذراء، خبرينا وريحي بالنا. اهي ايدينا مربطة كل الوقت. لا دودو، ايدينا ما انا مربطة. اذا عذراء هيك عم تقول معناها هي قدرة. سكري تمك هبس. لك يا دودو، لو دينيز وقعت لها بشي مشكلة مثلا وساء الوضع، انت برأيك رح اقعد هون؟ اكيد حتساوي شي. ها مزبوط. ايه تمام، ما توقفي بس فهمينا ليش ما بدك نساوي شي هلا، ونحن من حقنا نعرف. داريا خلص شبكي، ما عم قلكن اهدوا. قلتلكن انا بعرف شي انتو لبقى تفكروا. اتركوا القصة علي. تمام. يا الله يا هاجر، شو هالمرة هاي مو طبيعية. ايه والله، يعني هي قطعت شرايين ايدها بس لتنتقم من معلمتي. برأيي في شي تاني مخبى ورا هالقصة. كيف؟ معلمتي أساساً محكومة مؤبد. ايه يعني دينيز ليش لتعمل هيك إذا ما في عقوبة أقوى منها؟ معناها ليش لتساوي هيك؟ ما بعرف. احكوا بنات، شو اللي شفتوه؟ الحقيقة اللي شفته هو إنه معلمتي قدرة ودينيز كانوا عم بيتخانقوا عند المغسلة بالحمام. صدقيني أنا ما عم كذب. وبعدين دينيز طالعت سكين وصارت تقطع شرايين إيديها. والله هاي الحقيقة حضرة المديرة، يعني معلمتي قدرة ما دخلها بالقصة بنوب، دينيز هي يلي قطعت شرايينها. حتى معلمتي قدرة تفاجأت كمان. دينيز قررت قدامكن يعني تقطع شرايينها بالسكين، مو هيك؟ إيه. يعني يا خانم، يمكن هالشي اللي عم تسمعيه غريب، بس بحلف لك إن شاء الله بتنقلع عيوني إذا عم أكذب. شو عم تساوي دينيز؟ شو عم تساوي؟ دينيز صرتي أحسن؟ منيح، أحسن الحمد لله. بما أنه قدرتي تحركي إيدك فمعناتها صرتي أحسن بكتير، نشكر الله. إيه بس تعبانة لسه. والله عن جد؟ روح قل له للدكتور يجي لعندك؟ يعني إذا بيجي بيكون أحسن. طبعاً طبعاً، رح خبره فوراً. لوين؟ دينيز تعبانة، بدي أخبر الدكتور. طبعاً الكود الكود، وخبره للدكتور فوراً. أوكتاي، شو هالأسلوب اللي عم تحكي فيه؟ ليش شبو أسلوبي أخي؟ فهمني، كيف علاقتك أنت ودينيز؟ طلع فيني أوكتاي، انتبه لكلامك منيح. ليش مو صح؟ زيرين خانم شو قاله؟ بيضل شخص واحد عندها، وأنت عارضت كلامه وقلت أنا بدي ضلني لأنك ضعيف تجاه هاي المرأة. أوكتاي تمام أخي، تمام، اهدى، ما تشغل بالك، أنت ضل وأنا رح أروح، اعمل شو ما بدك، تمام؟ أنا عم نفذ الأوامر. ما عاد يهمني إذا رح أطلع من هون ولا إذا كنت مرتاحة أو تعيسة. بنتي همي الوحيد والباقي لا. وشو رح تساوي مشان هالشي؟ قلتلك إلا ما أقدر لاقي حل بشي يوم. Thank you.
خير زيرين خانم. شوفي لي شو هدول الحبوب. هدول حبوب سيفدا زيرين خانو. تمام، لشو بياخدوها قولي لي؟ شان تخثر الدم بتعرفي انتي. سيفدا ما بيتخثر دمها، لهيك كانت تاخذ هالحبوب بشكل دائم شان يتخثر دمها اذا انجرحت شي يوم. رح اطلب منك تنقلي سيفدا من القسم جي لغرفه فاضيه بالقسم بي بعد اذنك. ليه بقى؟ حتى عملي خطه جديده؟ ما في خطه بنو. الله يلعن هالحصر. نعم زيرين خانم. أوكتاي اصح، كون تتركوا دينيز لحالها. بس انتي امرتي انه يضل واحد بالمشفى زيرين خانم لما عارض الامر مراد. وانا طلعت من المشفى وصرت رح وصل على السجن، بس ما تخافي هو هنا. لك الله يلعنك شو غبي. لا دينيز، 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 وقفي. دينيز، دينيز، رد على التليفون مراد، رد علي. دينيز، دينيز رح تدمري حالك، لا تعملي هيك. دينيز رح تزيدي عقوبتك، رح يسجنوكي 15 سنة. دينيز المحكمة رح تاخد قرار ضدك يا دينيز. دينيز ارجعي هلا وما رح اكتب ضبط بعدك. دينيز وينك دينيز؟ شغلك رايق كتير، يمكن لأنه الشغل بين الشجر حلو بيريح النفسية. قدام في شي حديقة؟ ايه في حديقة، بس كمان في غابة صغيرة جنبها، منروح لهونيك نتغدى. مراد بيك ما فيكن تحطوا كلبشات لأنه قطعت شرايين إيديها. طبعاً بعرف. شكراً لتفهمك. لك الله يلعني. اسمعني يا مراد، دينيز عاملة خطة. دينيز هربت. كيف يعني دينيز هربت؟ دينيز هربت زيرين خانم. خبر العناصر تستنفر. الله يلعن. لك الله يلعنك. Thank you.
كيف هربت مراد بيك؟ فتت لعندها وقالت لي إنها موجوعة، وطلعت فوراً لحتى نادي الدكتور وما لقيتها وقت رجعت. ما في كلبشة سيد مراد؟ مقطع شرايينا، ما فينا نحط لك كلبشة. وشفتها بالغابة عم تركض؟ إيه شفتها. يلا بسرعة شباب، انتشروا بالغابة. شباب الكل على الغابة، يلا بسرعة 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 بسرعة. ما كان لازم تتركها ولا لحظة واحدة. المسؤول عن هالموضوع أنت بس. زيرين خانم. خلاص. دينيز يمير، سلمي حالك. إذا كان لك يد في هروبة بتشوف حسابك بعدين. أنا مستحيل ساعد سجيني لحتى تهرب زيرين خان. لا وفاء لمهنتي بيسمح ولا حتى ضميري بيسمح. لا تواخذني أخي، القصة إنه نسيت مصاري بالبيت وإجيت على المشفى الغلط. أنت بتقدر تساعدني؟ طبعاً تفضل. شكراً لك. لأمتى رح تضلي هيك؟ خلاص عزو اتركيني. عزراء. ها؟ في شي خبر؟ إيه، بس ما بعرف كيف بدي إليك يا حسون. احكي شوفي. شوفي شو الخبر حسين؟ دينيز شبه هربت. كيف؟ شلون يعني؟ شلون هربت؟ عن جد هربت؟ يا الله منا لهالمرة شو طلعت ذكية؟ شلون قدرت تهرب بهالبساطة؟ والله تفاجأت زيرين خانو، وبعدها طلعت فوراً على المشفى عم تركض. ما مسكوها مو؟ لا اطمني ما مسكوها. على كل حال لا تحكوا كتير بالسيرة هاي، يلا بشوفكم. طيب شكرا. عزراء شوفي. شوفي كل شيء صار واضح قدام عيوننا. ما شاء الله عليها، طلعت تنتقم لبنتها. اخ منك يا اختي دينيز، صحيح هربت. ايه بس والله هيك خطر على حياتها. نحن ما قدرنا نخليها تتراجع، هي حره. طيب هي كيف قدرت تهرب وهي بهي الحاله؟ بلكي صار لها شيء. يا رب ساعدنا بجاه هالحبسه. اختي وصلنا على المشفى. تمام شكرا كثير لك. تكرم عيني. اجا فريق الدعم من المركز سيدي، بلشنا ندور بشكل اوسع. زيرين خانم ما عاد في داعي تضلوا بالغابة، المسؤولين رح يخبروكم بالتطورات. شكرا كثير. اهلا وسهلا، بقدر ساعدك بشيء؟ لا شكرا عم اتفرج لحالي.
أنا قلت لك إنه تخلي أوكتاي يضل وأنت رجع مراد. يعني لو أوكتاي كان موجود ما كانت بتهرب ما؟ جاوبيني. لأنه شو ما صار معك كان مستحيل يتركها لحالة ولا دقيقة، فهمت؟ ليكي زيرين خانم، أنا فهمانة منيح سبب توترك، بس اللي عملته دينيز بحالة وضغط قدرة عليها، كل هاد الحق عليكي ومسؤوليتك لأنه إهمالك واضح. أنت شو قصدك تقول؟ أنت فهمانة منيح شو يلي بقصده. رح تدفع الثمن غالي مراد، حتدفعه بوعدك. زيرين خانم أنا... أنت ما دخلك أوكتاي، اللي خالف أوامري مراد. زيرين خانم كان لازم ضل معه وضليت، لأنه أنت كنت السبب بهرب السجينة تحت مسؤوليتي. رح أعزلك من مهمة السجان. أوكتاي، من اليوم صارت هالمهمة لإلك، وبالنسبة لإلك شغلي ما خلص معك. طلعوا قدرة من المنفردة. إيه بأمريكا. ملتام، طلعوا قدرة من المنفردة. قدرات، يلا فيكي تطلعي. زيرين خانم هيك قالت لك؟ اي صح، هي ناطرتك. منيح، وأخيراً فهمت علي، فهمت إنه دينيز لحالها شطبت إيديها. قدرات خلصيني يلا. ليكي ملتم، بدي اقول لك على شغله مهمه. هلا المعلمه قدرات بلشت تحترق ويمكن تحرق الكل معها. قدرات خلصنا بقى يلا. فهمت، بس انت فهمتي ولا دائما قدرات خلص قدرات تسكتي؟ بس لو تسمعوني مره شو بصير لكم؟ يعني انا ما غلطت ابدا، انا دائما مع القانون. يا خانم قدرات وصلت، خليها تفوت. حاجه بكفي بقى، لأنه قلبي رح ينفجر. هالمجنونة اللي اسمها دينيز ديمير تجاوزت حدودها، والله العظيم هي شطبت حالها، وانتي بتزتي قدرات بالمنفردة. شو دخلني أنا ولا ما في غيري؟ دينيز هربت قدرات. شو؟ قلتي هربت؟ عم تمزحي ما هيك؟ ما عم امزح بنوب، هي هربت من المشفى. هربت من المشفى؟ أكيد ما سكتوها ما؟ لا هلأ لا. انتي يا حضرة المديرة صح اللي عم تقولي؟ انتي منتبهة وسمعاني حالك شو عم تحكي؟ عم تقولي انه هديك الحية المسمة هربت من المشفى وصارت حرة وعم تتفتل براحتها، وانتو قاعدين وكأنه الوضع طبيعي وما دخلكم؟ قدرت اهدي شوي. ليش لأهدى بقى؟ شو اللي بيخليني اهدى يا خانم؟ هديك الواطية عم تسعى وراء ابني لتحرقني، هربت لتقتل قلبه وتاخد بتارون. الشرطة عم تلحقها. ما بيميز الشرطة عم تلحقها ولا لا، هي الواطية إذا بتفكر شي يوم تلمس من ابني شعرة وحدة بدي قل عن شرفها، وبوعدك إني أحرق السجن باللي فيه، وأنا بدك تطلعيني من هون بأسرع وقت لحتى أقدر أحمي ابني. أنا هلأ لازم كون برا، أنا لازم كون برا. بلا سخافة قدرات، لا تطلعي، في قوانين وإجراءات كمان. طلعي فيني، لا بقى تغني لي هالموال، لا بقى تغني لي هالموال، يا أما بتلاقي طريقة طلعيني من هون بسرعة، وإلا وحياتي أنا ما رح أرحمكن من شري، دمركن. صدقيني بوقعك بقصة كبيرة بخليكي أنتي وقوانينكن وهالسجن تبعكن ألف سنة تحت الأرض، فهمتي ولا لا؟ تمام، رح حاول لاقي حل. ما رح أنطر لتلاقي حل، أنا ابني رح يقتلو، فهمتي؟ بدك تطلعيني بسرعة، ما عندي وقت لتلاقي حل. زيرين أهلا وسهلا حضرة النائب حسين.
خد قدرة على غرفتها بسرعة. دينيز ديمير، فيني أفهم كيف هربت من هون؟ أنا نقلت على المشفى لأنه قطعت شرايين إيديها. أنا قبل سألتك إذا رح تقدري تواجهي دينيز ديمير وتخليها تحت السيطرة، وأنتي جاوبتيني إنك بتقدري تواجهيها بدون مشاكل، صح كلامي؟ هي هي طريقتك بالمواجهة؟ هي خطتك المتبعة معهم؟ ليكي زيرين، نحن وصلنا لطريق مسدود معك وتحملنا بما فيه الكفاية بسبب وضعك، بس مع الأسف أنت مو قدران تديري هي المؤسسة نهائياً ولا يعتمد عليك، وبتشوفي شو رح أعمل، وحياتك لدفعك الثمن. لك فهميني كيف هربت هالمجنونة قدام الكل؟ كيف هربت؟ برأيي عم تلاحق قلب. ايه بس ليكي، إذا سمعت معلمتي قدرت بهالشي أنا متأكدة إنها رح تجن. إيه رح تجن. أمي ليش عم يقولوا إنه قدرت بدها تجن؟ ولا شي يا روحي، خلص شو بدك فيهم؟ لا تهتمي بحديثهم، تمام؟ معناها مشان هيك قطعت شرايين إيديها وعملت هالخطة. ايه مشان هيك طبعاً. معلمتي؟ أنتِ منيحة؟ شو نعمل؟ مليت كتير شكلها. مليت وجدي، مليت، بدنا شي حركة، بدي شي اتحمس عليه غير جو. عم تفكر بالشريحة ما؟ ايه طبعا، اصلا فيها كتير مصاري. بدنا نشوف السلطانة قدرة اذا بتلاقيها. والله الخانم قدرة اللي بعرفها بتقدر تلاقيها. شكلها لقيتها والله. طمنيني، لقيتي الامانة؟ الو يا روح امك، انت منيح؟ منيح امي منيح، اختصري، رح اعطيكي البشاره ولا لا امي؟ اي بشاره يا روح قلبي، في خبر سيء وبشع كثير. شو عم تقولي؟ شو هالخبر السيء والبشع؟ دينيز، دينيز هربت من السجن. كيف؟ اليوم راحت على المشفى وهربت من هنيك. ليك ابني، هاي المره اكيد رح تلحق. الله يوفقك، فتح عيونك منيح وخبره لوجدي يجمع الرجال كلياتهم. اسمع قلن ما يخلوا الطير الطاير يمر. تمام امي، فهميني شو صار على مهلي. يا روح امك، الوقت هلا مو مناسب لاحكي وفهمك، عم اقول لك هالمره رح تلاحقك وهذا المهم. بوس ايدك ابني، بوس ايدك يا قلب، تنتبه على حالك، والله اذا بيصير لك شيء انا بموت حالي حبيبي. شوفي دينيز مستعجلة على موتها، جاية برجليها لعندي. نقي لك شي 4-5 رجال وجيب لي اياهم لهون فورا. تمام. المستمعين الاعزاء لراديو الامل، بوجه هي الحلقه لدينيز اليوم لانه هي بعدت عنا. بصراحه كلنا التقينا باخر الطريق ولقينا بعضنا بالوقت يلي فكرنا أنه الطريق خلص والرحلة وقفت بهذا المكان، بس طلع في طرق جديدة بتفتح وقت اللي منقرر نتودع. طريقك مفتوح يا حلوة، وصلي سلامنا لإيجان بنتك، وبتمنى ما يرجعك طريقك لهالمكان. دينيز، هاي الغنية مشانك، انطريني. Umudun karartma.
sevincin yitirmeden döneceğim bir gün, bekle beni. Hapishanenin türküleri üzünlüdür biraz, her dinleyişinde belki yüreğim burkulur, içim sızlar. Başlanacak amacılara alışılmaz, bir şeyler var değişecek, bir şeyler var değiştirmemiz gereken, önce acılardan başlanacak. Hapishanenin türküleri üzünlüyse de biraz, burkulmasın yüreğim, sızlamasın için sakın, bekle beni. Sen türkülerini söyle ve gülümse küçük, çünkü sesinin ırmağıyla yeşerecek hasretin bozkırları. أنا وقت اجي لعندك المرة الجاية رح كون من طقمي مشان روحك ترتاح يا روحي. Ve sen sahip çıkarak yaşama ve sevince, bekle beni, acılar bitecek bir gün, sevgiler çiçek açacak. يا رفيقتي الغالية، معقول يعطينا درس دراما بهالوقت؟ رح يعطي حسرك، خلاص فهمنا، حاجتك نقبقى. لا تحرضيون على الدرس، عندي شغل مع سينا. شغل شو أختي؟ مرحبا يا صبايا. أهلا. مرحبا. أهلا وسهلا أستاذ سينا. أهلا فيكم، يلا خلونا نوقف كلنا بشكل دائري. حنوقف بشكل دائري ايه. تمام. يلا. كيف الأمور؟ ما فيني أقول منيح. شوفي، دينيز هربت من السجن. كيف هيك؟ هربت وبس. شو رح يصير هلا؟ ما بعرف ابنه، وما وقفت بساهي. اختي مريضة. انت قلتي اختك؟ ايه، انا تعرفت عليها من كم يوم. طيب انا بقدر ساعدك بشي؟ يعني عن جد بساعدك، قليلي بعمل شو ما بدك. عزراء انت بس قولي. ايه بدي شي. خلص ما ترددي قولي. شو بدك تعطيها الدرس لحالها؟ لا جايين ندرس معك، اطمني يا خانم، وهي آخر مرة بتعلي صوتك. خلص. مفهوم حكي؟ عزراء اهدي، خلونا نقعد. عادي عزراء، عادي هون، يلا. ايه اسمعوني، كل اللي واقفين يقعدوا، انت حسرة عادي. الكل يقعد، لا حدا يضل واقف. ايه عادي وين ما بدك. حلو، وهلأ نحنا رح نبدأ بالعد بالأرقام، ومنبلش من الرقم واحد، وانتو رح تكفوا من بعدي. منعمل شي؟ منمسك إيدين بعض؟ لا هاي المرة مختلفة، كنا نعملها وقت نكون واقفين وعم نعد. ايه منمسك إيدين بعض ونحنا قاعدين، شو فيها يعني؟
ممكن نمسك ايدين بعض تمام؟ هيك منكون جمعنا تمرينين سوا تمام؟ امسكوا ايدين بعض، قلت لكم رح نعد من الواحد للرقم 10. بلشي انت عائشه. واحد كفوا عد تمام تابعوا. اثنين ثلاثة تمام. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. اسمها دينيس ديمير، بتخيل جاي تقتلني اليوم. مهمتكن هي ما رح تقدر تلمسك. اخرس. ليش خلص كلامه المعلم؟ ما خلص. بتكن تمسكوها لهي المرة بنفس اللحظة اللي بتلمحوها عم تقرب مني. ساخ سليم بتجيبوها. ما بتلمسوا منها شعرة واحدة. اتركوها لالي. فهمنا أخي. أمرك معلم. كل اثنين رح يكونوا مجموعة. ما تتركوا البيت أو المحل فاضي. فهمتوا؟ فهمنا معلم. تعرفوا على أخوكم وجدي. هو إيدي اليمين. وأخوكم قدير كمان بمقام أخوكم وجدي، مفهوم؟ رح تردوا عليهم وما تخالفوا كلامهم، وأوعكم تعملوا شي من راسكم. صار معلم. تمام أخي. قدير. إيه معلم أمرني. خود الشباب هلأ وعرفهم على المكان منيح، وخبرهم بطريقة حلوة شو رح يعملوا. لعيونك. يلا يا بابا الحقوني لشوف. مستنيكي. هلأ إذا مسكوا دينيز يعني شو بيعملوا لها؟ لو بتسلم حالها إن شاء الله تكون بخير وسلامة. معقول عم ندعي ترجع لجهنم اللي نحن عم نحترق فيها؟ الحرباية لقت شخص تتهمه. مين؟ البطل مراد. النائب اعتقل مراد بتهمة مساعدة دينيز لتهرب. أيوة. عزراء هيك برأيك؟ لا ما بتوقع أبدا. بعد الحرباية زيرين عطيت مهمة مراد لأوكتاي ليكمل عنه. لا 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 شو هالظلم؟ ليش هيك ساوت يعني؟ بتكون اتهمته بالإهمال. آخ يا دينيز آخ لك ليش هيك ساويتي؟ تمام أختي صح، مراد بيك شخص عنده ضمير وبيكون حنون أحياناً، بس أكيد هو مانو شخص ممكن يأذي حاله مشان سجينة. حرقته بهالعقوبة زيرين خان. ليش مين منا ما حرقته؟ دينيز 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 لك عنه صوت لنسمع. يلا مين الجهاز فيها وأصبحت في الأخبار اليومية. أما بالنسبة لطريقة هروب دينيز ديمير، فيلم يكشف الستار ويوضح الطريقة التي تم من خلالها هروب دينيز ديمير من المستشفى، وأعمال البحث إلى الآن مستمرة بحذر شديد جدا. سنوافيكم بكل جديد، ابقوا معنا. الله يستر من اللي رح يصير. آمين. ليش واقف أنت وياه مثل المسطيجة ولا؟ حركوا لي حالكم شوي، يلا رجعوا لورا، يلا. شغل السيارة لنطلع. أنت دير بالك على حالك ها. لنشوف إذا رح تنفد يا قلب. تحرك على كيفك، موتك على إيدي. نجحت يا إيجم، أمك نجحت والله. صبرتي ونلتي يا دينيز. سندويش جاهز، تفضلوا. صحتين وعافية أختي. بدك نص سندويشة؟ إيه أخي. أحلى نص سندويشة كفتة فوراً أختي. أكيد
السجينة دينيس ديمير التي هربت من سجن اسطنبول حاولت الانتحار أولاً وبعدها هربت من المستشفى التي نقلت إليها، وما زال البحث مستمراً عليها بكامل المدينة. والله أنا انبسطت إنها هربت، يا حرام هالمسكينة شو عانت. حتى ولو ما كان لازم تهرب حبيبتي، بصراحة إذا بشوفها هلأ هون رح خبر الشرطة فورا. ما بتعمل؟ لا بعملها يا روح، ما بتعرف شو ممكن تعمل إذا ما مسكوها. وكما ورد سابقاً أن ما زالت عمليات البحث تشربي شيء؟ لا شكراً. الأمن جميعاً في استنفار كامل في اسطنبول وأنحائها. يعطيكم العافية بنات. وقفي. شوفي شو عم تعملوا؟ لك بعدوا عني، لك تركيني أنت وياها، الله يلعنكم. طلعوا لبرا. والحمارة وين دينيس؟ عم قلك وين متخبية هي الواطية؟ يلا احكي بقى. ما بعرف، دوري على يمي. عزراء، انتي الوحيدة يلي ممكن تعرف مكانها لهي الواطية، يلا احكي جاوبيني. ما بعرف، يعني انتي جنتي مثلا معقولة ان اعرف وين دينيز وخبرك؟ وليه عزراء في شيء انتي ما عم تفهمي منيح؟ نحن هلأ مالنا عم نلعب لعبة الاغوات والافندي. اسمعي منيح، فهمي شو بدي اقول. ابني قلب حياته بخطر. ستي عن جد انت غريبة، ألعاب السكين تبعك ما بتزبط معي، معقول ما عم تفهمي هالقصة؟ لا ما عم بفهم يا حلوة، بس أنا في عندي ألعاب تهديد وفي عندي ألعاب كمان تبعتك على جهنم الحمراء. شو عم بصير هون؟ لك شو بيهدي يا حصيرة؟ ولي حلوان هيك؟ تخرب بيتي، تعالي لهون أنا بورجيكي، أنا بورجيكي بعدي. أي لقدوا ما بتتربوا. شو عم بصير؟ بعدوا عن بعضكم لشو؟ شو جنيتي انت وياها؟ النائب العام عند المديرة والسجن كله مستنفر، شو فاكرين حالكم عم تعملوا؟ ها أوزلام هاي بتعرف دينيز وين هربت؟ خلاص خلاصي، سكري تمك قدرات، امشي لشو دينيز هربت؟ هذا مو شغلك، سكتي. امشي لشو؟ هدول بيساعدوها تهرب، أنا بعرف. يلا قدرات، كل وحدة على غرفتها، يلا لشوف. يلا يلا. خبرت النائب بكل شي لازم تقوله ما هيك؟ خبرته. هو بغرفة الانتظار؟ ايه ايه هو هنيك. ليك ما بدي اي مشكلة وهو هون، فتح عيونك منيح اوكتاي. طبعا ما تخافي يا خانو. فوتي زيرين خانو. خير أزلم. قدرت هاجمت عزراء وجماعتها بالحمام يا خانو. اوكتاي أزلم اسمحوا لنا نحكي شوي لحالنا. قربي قدرت. ليكي حضرة المديرة، كل الفترة اللي بتكون هالوقحة عم تحوم برا براحتها، عم تكون حياة ابني بخطر، عم تفهمي ولا لا؟ ما تصرخي قدرة. كيف ما صرخ؟ كيف ما صرخ يعني؟ الموضوع متعلق بابني وحياته، حياته لابني بخطر، افهموا، حياته بخطر. شو بدك يعني ساوي؟ انت سجينة هون ومستحيل تطلعي لحتى تحمي ابنك. اي معك حق، انا محكومة، ما فيني فوت سلاح. تمام. شو قصدك تقولي وليه؟ فهمتي منيح شو بقصد حضرة المديرة، انتي ما عم تقدري تطلعيني لأنه هلأ النائب هون، بما أنك خايفة منه مو مشكلة أنا بحكي. قدرت قدرت، إذا حكيتي لسه كلمة والله بقتلك. وبوعدك أعمل جهدي مشان ابنك، ما تخافي أبدا. أوزلام خذوا قدرة على المنفردة. شو عم تقولي؟ يلا امشي معي قدرت. آه.